الرئيس السيسي يؤكد في اتصال هاتفي مع رئيس جزر القمر حرص مصر على تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات. عشرات الشهداء والجرحى جراء القصف الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة لليوم 117 من العدوان، وجيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن مقتل ضابط وجنديين خلال المعارك. الجيش الأمريكي يعلن اعتراض صاروخ أطلقه الحوثيون من اليمن صوب البحر الأحمر، والحوثيون يؤكدون مواصلة استهداف السفن الحربية الأمريكية والبريطانية دفاعا عن النفس. العاشرة صباحا في القاهرة، الثامنة بتوقيت جرينتش، نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من النيل، أهلا بكم. أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا مع رئيس جزر القمر غزالي عثماني، وحرص في مستهله الرئيس على تهنئة الرئيس القمري على فوزه بولاية رئاسية جديدة. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي أن الرئيس السيسي أكد حرص مصر على مواصلة العمل المشترك لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات. من جانبه ثمن الرئيس القمري اللفتة الكريمة مشددا على اعتزازه بالعلاقات المتميزة التي تجمع البلدين الشقيقين، وكذلك العلاقات الأخوية التي تربطه بالرئيس عبد الفتاح السيسي. تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها البري والجوي على مناطق متفرقة بقطاع غزة، حيث استشهد 17 فلسطينيا في قصف مدفعي استهدف وسط وغرب مدينة خان يونس جنوب القطاع. كذلك تعرض محيط مستشفى ناصر الطبي في مدينة خان يونس لقصف مدفعي كثيف، بينما نسفت قوات الاحتلال مربعا سكنيا وسط المدينة. وفي شمال القطاع استهدف القصف المدفعي مستشفى العودة في منطقة تل الزعتر، ما أسفر عن سقوط شهداء وجرحى. أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل ضابط وجنديين خلال المعارك الدائرة بقطاع غزة. أفاد الجيش الإسرائيلي بارتفاع عدد القتلى العسكريين إلى 560 ضابط وجندي وإصابة 1283 آخرين منذ بدء انطلاق العملية البرية في قطاع غزة في 27 من أكتوبر الماضي. يجتمع مجلس الأمن الدولي اليوم للنظر في قرار محكمة العدل الدولية الذي دعا إسرائيل إلى منع أي عمل إبادة جماعية محتمل في قطاع غزة. يأتي هذا الاجتماع الذي يعقد بطلب من الجزائر بهدف إعطاء قوة إلزامية لحكم محكمة العدل الدولية فيما يخص الإجراءات المؤقتة المفروضة على الاحتلال الإسرائيلي. كان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش قد أكد أن قرارات المحكمة ملزمة للجميع بموجب ميثاق الأمم المتحدة والنظام الذي أنشئت بموجبه المحكمة. شدد 14 رئيس وكالة أممية ودولية على ضرورة مواصلة دعم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا وعدم الحيلولة دون تنفيذ أهدافها المتمثلة في خدمة أناس في أمس الحاجة للمساعدات. جاء ذلك في بيان مشترك صادر من اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات، وهي أعلى منصة للتنسيق الإنساني في منظومة الأمم المتحدة. أعلن رؤساء الوكالات الإنسانية أن قطع التمويل عن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا سيكون له عواقب كارثية على غزة، وقد يؤدي إلى انهيار النظام الإنساني مع عواقب إنسانية وحقوقية بعيدة المدى في الأراضي الفلسطينية المحتلة وفي جميع أنحاء المنطقة. أكدت منسقة الأمم المتحدة للمساعدات في قطاع غزة سيجريت كاج أنه لا يمكن لأي منظمة أن تحل محل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا. جاء ذلك في كلمة أمام مجلس الأمن الدولي أبدى خلالها المجلس قلقه بشأن الوضع الإنساني الخطير والمتدهور على نحو سريع في قطاع غزة، داعيا جميع الأطراف للعمل مع منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية.
كارثة إنسانية متسارعة في قطاع غزة نتيجة محدودية المواد الغذائية والإغاثية، ورغم ذلك علقت العديد من الدول تمويلها لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا. فطبقا للأمم المتحدة أصبح سكان غزة يمثلون الآن أكثر من 80% من جميع الأشخاص الذين يواجهون المجاعة أو الجوع الكارثية، مما يمثل أزمة إنسانية لا مثيل لها في قطاع غزة وسط استمرار القصف والحصار الإسرائيلي. منسقة الأمم المتحدة للمساعدات في غزة سيجريت كارد قالت إنه لا يمكن لأي منظمة أن تحل مكان الأونروا، والتي اتهمت إسرائيل عدد من موظفيها بالضلوع في هجوم 7 أكتوبر. جاءت تصريحات منسقة الأمم المتحدة للمساعدات في غزة مع استعداد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش للقاء الدول المانحة، حيث أوضحت سيجريت كارد المنسقة التي عينت مؤخرا أنه لا يمكن لأي منظمة إطلاقا أن تحل مكان الإمكانية الهائلة للأونروا ومعرفتها بسكان غزة. وتخضع الوكالة التابعة للأمم المتحدة منذ فترة طويلة للرقابة من جانب إسرائيل التي تتهمها بالعمل بشكل منهجي ضد مصالحها، وقالت إن الوكالة سمحت لحركة حماس باستخدام بناها التحتية في قطاع غزة في أعمال عسكرية. وسارعت الولايات المتحدة الجمعة إلى تعليق أي تمويل للمنظمة الأممية تلتها كندا وأستراليا وإيطاليا والمملكة المتحدة وفنلندا وهولندا وألمانيا وفرنسا واليابان، بينما أعلنت النرويج أنها ستواصل تمويل الوكالة. وفي بيان لمجلس الأمن الدولي أبدى المجلس قلقه بشأن الوضع الإنساني الخطير والمتدهور على نحو سريع في قطاع غزة، وحث جميع الأطراف على العمل مع منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار بشأن غزة. يواصل معبر رفح البري فتح أبوابه يوميا أمام حركة دخول شاحنات للمساعدات الإنسانية والغذائية والإغاثية لقطاع غزة، كما يواصل مطار العريش الدولي استقبال طائرات المساعدات الإنسانية من مختلف دول العالم والمنظمات الدولية. كانت طائرة إسرائيلية أقلت 49 مصابا و69 شخصا من ذوي المصابين الفلسطينيين من مطار العريش لتلقي العلاج في دولة الإمارات، وذلك وسط إشادات من المصابين وذويهم بالدعم الذي لمسوه من مصر خلال فترة استقبالهم. أنا بشكر جمهورية مصر العربية الشقيقة طبعا من كل قلبي، وبشكر كل الطواقم اللي استقبلتنا سواء على المعبر من دخول جمهورية مصر العربية الشقيقة وحتى وصولنا مستشفى بورسعيد الرماد وكل الطاقم الموجود فيها. وبشكر كمان أستاذة منى برهومة مديرة محافظة شمال سيناء على استقبالنا في منطقة عماير السبيل، وبشكر حتى المعاملة الهلال الأحمر المصري على معاملته معانا والطواقم الطبية العاملة في الهلال الأحمر. ابني لقيته تحت الردم وربنا شفاني إياه، كنت في أوروبا إلي 3 شهور من أول الأحداث، بعدين أخذت ابني جانا اسمنا في مصر والحمد لله أهل العريش رحبوا فينا ويعني عملوا لابني كل حاجة، وابني شاف على يدهم وعد ربنا الحمد لله. وبعدين هاي الطاقم الإماراتي بده ياخذ ابني ويشفي لي اياه،
وأنا من كل قلبي من كل قلبي كل احترام لأهل مصر وأهل الإمارات وشعب فلسطين، إن شاء الله أرجع لبلدي وأشوف أولادي. بالطبع الحالات الإنسانية في قطاع غزة مفجعة للغاية، ولدينا العديد من المواطنين المدنيين الذين لقوا حتفهم جراء هذه الحرب التي خلفت عددا من الشهداء والمصابين، والمساعدات الإنسانية ضعيفة جدا، وقطاع غزة يحتاج العديد من المساعدات الإنسانية. دولة الإمارات المتحدة قدمت العديد من المساعدات الإنسانية للأطفال المصابين في الحرب والمصابين بالسرطان في أعمار مختلفة، ونحن نعمل في أشهر قليلة لمساعدة 435 مريض بالعلاج في دولة الإمارات، وهذه المبادرة تأتي في إطار التعاون مع مصر من خلال السلطات المصرية والهلال الأحمر المصري. للمزيد من المتابعة ينضم إلينا مباشرة من العريش أحمد سعد الدين مراسل النيل الأخبار. أحمد، كيف تتابع عملية إدخال المساعدات إلى غزة عبر معبر رفح؟ تحية لك وتحية المشاهدين الكرام. يعني بالفعل مع الوضع الإنساني المتدهور في قطاع غزة يواصل المعبر رفح فتح أبوابه لإنفاذ العديد من المساعدات الإنسانية، وجهود الدولة المصرية الحثيثة في التعاون مع كل الدول الصديقة والشقيقة والمنظمات الدولية لاستقبال كافة المساعدات الإنسانية سواء من داخل مصر أو من خارجها. يعني بالفعل مطار العريش الدولي منذ بدء هذه الأزمة وحتى الآن استقبل حوالي 540 طائرة. بالأمس استقبلنا طائرتين قطريتين تحمل حمولة شحنات مساعدات إنسانية تقدر ب 36 طن من المساعدات الإنسانية والطبية وغيرها من المساعدات، وأيضا استقبلنا طائرة إماراتية أقلت حوالي 118 من المصابين وذويهم للعلاج وتلقي العلاج في دولة الإمارات. يعني بالفعل جهود كبيرة تبذل هنا. اليوم أيضا سوف نستقبل طائرة تركية في تمام الثالثة عصرا لاستقبال العديد من المساعدات الإنسانية. يعني كل الدول الصديقة، يعني مصر أصبحت الآن يعني محطة أنظار كل دول العالم، حيث مصر هي الدولة التي تبذل الجهد الأكبر في ملف المساعدات الإنسانية وإنفاذ المساعدات الإنسانية. يمكن المساعدات التي تأتي عبر الموانئ البحرية والجوية وكذلك الطرق البرية التي تأتي إليها العديد من الشاحنات من داخل مصر تأتي إلى هنا إلى مدينة العريش لتدخل المركز اللوجستي التابع للهلال الأحمر ليتم تنسيق هذه المساعدات الإنسانية ويتم وزنها ووضع الباركود عليها حتى تمر من منافذ التفتيش الخاضعة لسلطة الاستيطان الإسرائيلي بسهولة ويسر، وحتى يمكن أن يتم إنفاذ أكبر قدر ممكن من المساعدات الإنسانية. أيضا يعني تحشد مصر الشاحنات تباعا في عديد من النقاط، يعني نرى تمركز العديد من الشاحنات التي تدخل كقوافل بعد المركز اللوجستي وقبله وعند معبر رفح وبعد العبور من معبر رفح إلى النقاط التفتيشية حتى لا يكون هناك فجوة زمنية بين الشاحنات والقوافل والأخرى حتى نتمكن من إدخال أكبر قدر من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة. إليك. نعم، أشكرك أحمد سعد الدين مراسلنا من العريش، شكرا جزيلا لك. في ظل أزمة المياه المتفاقمة التي خلفها الاحتلال بعد أن ضرب البنية التحتية لقطاع غزة كلها، حفر الفلسطينيون في مخيم جباليا الأرض والأرصفة للعثور على أنابيب المياه التي دفنت تحت ركام المنازل التي قصفها الاحتلال الإسرائيلي. زي بقية العالم يا عمي. من رحم المعاناة يولد الصمود في وجه الأزمات. هذه إحدى الرسائل التي حملتها الحرب الجنعاء في طياتها للعالم أجمع، رسالة وجهها الفلسطينيون في ظل أزمة المياه المتفاقمة التي خلفها الاحتلال بعد أن ضرب البنية التحتية لقطاع غزة كلها حتى يدفع الفلسطينيين نحو اليأس من استمرار الحياة فوق أرضهم. للطبيخ نسخنها نغليها على النار، طبعا فيش غاز عندنا وبتجي ضعيفة، مخدرنا بوسفة وهي اطفالنا كلهم ملتهبين وحالة على الله، اسنانهم تكتف تحت امك، اسنانهم تكتف من المية الوسخة.
فيها رمل زي ما انت شايف، نغطس نفخر نفخر عشان نجيب الميه، تمام؟ نسبة الملوحة عالية كثير عندنا هنا. النازحون في مخيم جباليا حفروا الأرض وشقوا الطرقات بحثا عن المياه في المواسير التحتية بعد أن يأسوا من أن تصلهم المياه عبر الأنابيب التي طمرتها أنقاض المنازل المدمرة. المية لا تصلح للشرب ولا تصلح للحياة، هذه عدم معدومة، وهي العالم كله شايف. ليش بتغاضى عنا؟ ليش بتغاضى عنا؟ احنا مش بشر؟ لما بنت تلبس ولا كلب كل العالم بتثور عليه، واحنا بني ادمين بشر بنتقتل بالالاف، ما حدش. وين العالم؟ وين العروبه؟ وين الاسلام؟ وين الدين؟ وين الانسانيه؟ الفلسطينيون وان نفضوا ايديهم من صحوه الانسانيه لم ينفضوا ايديهم من رحمه الله، فشقوا الصخور للوصول لمياه تروي ظمأ الألم من تجاهل المجتمع الدولي للتحذيرات الأممية من أزمة العطش في قطاع غزة. فبنغلي الماء البلدية علشان نسقي منها أطفالنا، لأن أغلب الأطفال الآن عندنا مرضى في قطاع غزة بسبب المياه الملوثة وبسبب المجاري. اليهود طبعا بسبب قصفها للشوارع وللبيوت، طبعا لا في مصارف عندنا ولا في مياه صالحة للشرب. هنا على أرض فلسطين فقط، ورغم الشح الفادح للمياه في صالحة للشرب، تجد أطفالا لا يكترثون لصوت الآلة العسكرية يلهون في الطرقات التي تشبعت بدماء الشهداء يحاولون الحصول على شربة ماء، وتجد عجوزا كهلا رغم الطقس القارس يأبى أن يترك أرضه، وأمهات رغم قسوة الحياة يتحايلن عليها وعلى الأوضاع لتختلط دموعهن بماء الوضوء. تواصل قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي حملة الاقتحامات والاعتقالات في الضفة الغربية المحتلة. شملت الحملة بلدة جبع جنوب الضفة الغربية، حيث تمركزت 12 آلية عسكرية إسرائيلية في عدد من الأحياء، بينما داهم جنود الاحتلال منازل المواطنين. كما اقتحمت قوات الاحتلال المنطقة الشرقية من مدينة نابلس وبلدة فجار جنوب مدينة بيت لحم وقرية سنجل شمال رام الله، إضافة إلى مخيم قلنديا شمال مدينة القدس. أعلنت جماعة الحوثي في اليمن أنها ستستهدف السفن الحربية الأمريكية والبريطانية في البحر الأحمر دفاعا عن النفس. جاء ذلك عقب إعلان القيادة المركزية الأمريكية اعتراض صاروخ مضاد للسفن أطلقه الحوثيون من اليمن صوب البحر الأحمر. أضاف الجيش الأمريكي أن مدمرة تابعة له في المنطقة أسقطته، ولم ترد أنباء عن وقوع خسائر مادية أو بشرية. قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إنه لا يريد تصعيد التوتر في الشرق الأوسط بعد هجوم بمسيرة في الأردن أودى بحياة 3 جنود أمريكيين. وأعلن بايدن أنه اتخذ قرارا بشأن كيفية الرد على الهجوم، متهما إيران بالمسؤولية عن تزويد منفذ العملية بالأسلحة. أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون أن الهجوم على القوات الأمريكية في الأردن سيعقبه رد للولايات المتحدة. وأضاف المتحدث باسم الوزارة أنه منذ وقوع الهجوم الأحد الماضي فقد تعرضت القوات الأمريكية في المنطقة لثلاث هجمات. دعا رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة بالسودان الفريق أول عبد الفتاح البرهان السياسيين في بلاده للبحث عن الحلول من داخل الوطن وليس خارجه. شدد البرهان على أنه لا بد من الجلوس مع كل أطياف الشعب السوداني للوصول لحلول مرضية للجميع، مضيفا أن أي مبادرة من منظمة الإيجاد لا تعني الشعب السوداني باعتباره أنها غير معنية بالسودان. تصدر محكمة العدل الدولية حكمها اليوم في قضية رفعتها أوكرانيا ضد روسيا وتتهمها فيها بتمويل الإرهاب وممارسة التمييز العنصري في أعقاب ضمها شبه جزيرة القرم عام 2014. وتطالب أوكرانيا في دعواها بأن تدفع روسيا تعويضات لجميع المدنيين الذين وجدوا أنفسهم عالقين في هذا النزاع، إضافة إلى ضحايا طائرة الخطوط الجوية الماليزية التي أسقطت فوق شرق أوكرانيا.
كانت المحكمة قد أصدرت حكما طارئا يأمر روسيا بوقف عملياتها العسكرية بعد شهر واحد من عبور دباباتها الحدود الأوكرانية. كشفت مسودة القمة المرتقبة لقادة الاتحاد الأوروبي المقرر عقدها غدا الخميس في بروكسل عن عزم دول الاتحاد التعهد بتقديم دعم عسكري لأوكرانيا. في المقابل جدد رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان رفضه تقديم المساعدات لأوكرانيا. رسالة طمأنة أوروبية جديدة لكييف كشفت عنها مسودة القمة الأوروبية المرتقبة الخميس المقبل. بنود المسودة أشارت إلى تعهد دول الاتحاد الأوروبي بمواصلة الدعم العسكري والتعجيل بتوصيل الذخائر والصواريخ لمواجهة روسيا، لكن المسودة تركت الباب مفتوحا أمام زعماء الاتحاد الأوروبي بشأن التعهد بضخ 5 مليارات يورو إضافية في صندوق مرفق السلام الأوروبي الذي يهدف لجمع تبرعات وتمويل الأسلحة لأوكرانيا. وتدور خلافات بين أعضاء الاتحاد الأوروبي منذ أشهر حول مستقبل دور الصندوق في تقديم المساعدات العسكرية لأوكرانيا، حيث اقترحت ألمانيا أن ينصب التركيز الآن على تقديم مساعدات ثنائية من الدول أعضاء التكتل بشكل فردي، وأدرجت فكرة التعهد بضخ 5 مليارات يورو في المسودة بين قوسين، مما يعني أنها لا تزال قيد النقاش، حيث سيكون الموضوع الرئيسي المطروح في قمة الخميس في بروكسل هو السعي إلى اتفاق بشأن حزمة مساعدات مالية لأوكرانيا بقيمة 50 مليار يورو على مدى 4 سنوات قادمة. وكمن يغرد خارج السرب الأوروبي، جدد رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان رفضه تقديم المساعدات لأوكرانيا على مدى 4 سنوات، معتبرا أن أوكرانيا تشكل بعيدا عن النزاع تحديا كبيرا لأوروبا. وأكد أوربان أن أوكرانيا دولة ضخمة وأن تقاربها أو حتى انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي سيكون له تأثير هائل وكارثي على الاقتصادات الأوروبية خاصة في القطاع الزراعي. أعلنت كوريا الشمالية أنها أطلقت بنجاح صاروخا استراتيجيا من نوع كروز يعد جزءا من مجموعة أسلحة اختبرتها بيونغ يانغ مؤخرا. وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية إن صاروخ هو سال 2 أطلق باتجاه بحر الغرب في مناورة هدفت إلى التحقق من وضعية الهجوم المضاد السريع للجيش، بالإضافة إلى تحسين قدرته الضاربة الاستراتيجية. دافع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن السياسة الزراعية المشتركة أمام الصعوبات التي يواجهها المزارعون في بلاده، ويواصل المزارعون الفرنسيون إغلاق طرق استراتيجية للمطالبة بزيادة الدخل المادي وتوفير معايير بيئية أفضل في العمل. بحثا عن دخل مادي أفضل، يواصل المزارعون الفرنسيون إغلاق طرق استراتيجية حول باريس وأماكن أخرى في البلاد، ما يزيد الضغط على الحكومة، فيما أعلن مزارعون إسبان انضمامهم إلى التحرك الأوروبي. توتر الوضع في الساعات الماضية مع تدخل قوات الأمن التي حاولت منع تقدم قافلة مزارعين وسط غرب فرنسا باتجاه السوق رونجيس الأكبر في العالم جنوبي باريس. يغلق المزارعون الفرنسيون 8 طرق سريعة حول العاصمة بجراراتهم تحت مراقبة من قوات الأمن، وذلك للمطالبة بمعايير بيئية أقل صرامة في العمل، كما هي الحال في دول أوروبية أخرى بحد مطالبهم. ورغم التهديدات النقابية، فإن الحصار الذي أعلن أنه سيفرض على باريس لم يحدث حتى الآن، كما لم تعرقل الحركة في مطارات العاصمة. هذه المستجدات لعبت دورا في التأثير سلبا على أكثر من ربع المقاطعات الفرنسية بهذا التحرك الزراعي الأوروبي الذي نظم أيضا في ألمانيا في ديسمبر الماضي ويناير الجاري، وأيضا في رومانيا وبولندا وبلجيكا. أما في إسبانيا فقد أعلنت النقابة الزراعية الرئيسية 3 انضمامها إلى التحرك الأوروبي الواسع مع عمليات تعبئة في كل أنحاء البلاد في الأسابيع المقبلة للتنديد بالقواعد الأوروبية. وشهدت إيطاليا أيضا تظاهرات في الأسابيع الأخيرة، حيث احتج عشرات المزارعين بجراراتهم قرب ميلانو، وأدت الأحداث المناخية القصوى وارتفاع أسعار الوقود وتدفق المنتجات الأوكرانية المعفاة من الرسوم الجمركية أدت إلى تنامي السخط بين المزارعين في أوروبا.
في هذا السياق أعلنت المفوضية الأوروبية أنها تبحث في تبني استثناء جديد للقواعد المرتبطة بالأراضي البور التي تنص عليها السياسة الزراعية الأوروبية المشتركة، والتي تفرض الاحتفاظ بنسبة 4% من المناطق البورة أو المناطق غير المنتجة. ختاما هذا تذكير بأبرز العناوين. الرئيس السيسي يؤكد في اتصال هاتفي مع رئيس جزر القمر حرص مصر على تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات. عشرات الشهداء والجرحى جراء القصف الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة لليوم 117 من العدوان، وجيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن مقتل ضابط وجنديين خلال المعارك. الجيش الأمريكي يعلن اعتراض صاروخ أطلقه الحوثيون من اليمن صوب البحر الأحمر، والحوثيون يؤكدون مواصلة استهداف السفن الحربية الأمريكية والبريطانية دفاعا عن النفس. والتفاصيل على موقعنا nile.eg. إلى اللقاء.